يا مساء الخير ويا اهلا وسهلا بكل الاهلاويه. يوم جديد، حلقه جديده، السادسه. مكاسب بالجمله الحقيقه حققها نادي الاهلي امبارح في مباراته اللي جمعته طبعا مع سموحه. خليني بس قبل ما اتكلم في المكاسب اقول انه ده شكل الاهلي لما يكشر عن انيابه، ده شكل الاهلي اللي احنا منتظرينه. اما عن المكاسب فبالتاكيد طبعا اهم المكاسب دي ثلاث نقاط بيضاف الرصيد النادي الاهلي يرفع بيها رصيده للنقطه 45 ويحافظ بيها على فرصته في صداره الدوري العام. اما الحقيقه فيما يتعلق بالاداء فبشوف الحقيقه المباراه امبارح كانت مفيده على اكثر من مستوى. بدايه الجمهور استمتع بعرض قوي، نعم، مع خصم الحقيقه قوي ومنافس محترم جدا. فرقه سموحه مقدمه موسم كويس ومحققه نتائج كويسه وبتضم كمان يعني تشكيله محترمه من اللاعبين، فبالتالي تجربه تقدر تقيس عليها قدره وقوه النادي الاهلي. تاني المكاسب دي هو السكور الحقيقه. سكور اللي حققه النادي الاهلي 4-0 نتيجه كبيره جدا، كانت بالمناسبه وبسهوله شديده جدا قابله للزياده. الحقيقه الاهلي امبارح اضاع فرص كتير جدا، ورغم كده الحقيقه يمكن حقق نتيجه كويسه جدا انا كنت يمكن توقعتها قبل المباراه وبلغتها وقلتها، والحمد لله قدرت لعيبه النادي الاهلي ان في حاجات كده بتيجي بالسنس، في حاجات كده ربنا سبحانه وتعالى يقول لك، يعني الناس تسالك النتيجه كام فيبقى احساسك انها طالعه سكور فلاني. انا امبارح قلت قبل المباراه والناس كانت مستغربه جدا ان انا اقول 4-0، لكن الحمد لله حصل. الاهم من ده الحقيقه هو حاجتين مهمين جدا. نمره واحد انه في لعيبه في النادي الاهلي النهارده مهما بعدت عن المشهد، مهما غابت لفتره، لما بتحط رجلها في الملعب بتحس انها ما خرجتش بره القائمه الاساسيه او بره السكواد الاساسي فتره طويله. يعني امبارح انا شفت ياسر ابراهيم، وبالمناسبه ياسر كان واحد بالتاكيد لعيبه كلها كانت نجوم، لعيبه كلها كانت رجاله امبارح. وتابعت كده على السوشيال ميديا ردود افعال الجمهور، الحقيقه ما فيش حد امبارح ما قداش، والجمهور راضي بشكل كبير جدا 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 على كل اللعيبه امبارح، مبسوطين جدا من العرض ومبسوطين اكتر من النتيجه. لكن اللي كنت بقوله انه لعيب زي ياسر يبعد ولما يرجع تحس انه الحقيقه فورمه عاليه جدا. ياسر امبارح كان واحد من نجوم الماتش. رامي لما يبعد فتره ويرجع تاني تحس انه هو كان اساسي طول الفتره اللي فاتت. ايمن اشرف يغيب ويرجع تلاقيه جاهز، ودي نقطه في منتهى الاهميه وترفع من قوه ومن قدرات الفريق ككل. النقطه الثانيه حسين الشحات. حسين الشحات امبارح الحقيقه مش امبارح بس، يمكن من مباراة الترجي وهو واضح انه مركز جدا، وده اللي انا كنت بطلبه من حسين الشحات طول الفترة اللي فاتت. لعيب في مناسبات كتيرة جدا اثبت قدراته، كانت اشكاليته الوحيدة هي الاستمرارية، وتعرض في فترة من الفترات لضغوط كبيرة جدا، لكن امبارح الحقيقة كمان اكد حسين على القدرات دي. ربنا اكرمه طبعا في كرة سجل منها الهدف الثاني للنادي الاهلي، لكن انا بشوف الحقيقه انه لقطه المباراه امبارح الهدف الملغي لحسين الشحات، وكنت اتمنى جدا 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 ان الكرة دي ما تبقاش اوف سايد، لانه واحد من احلى الاهداف، ان ما كانش يمكن احلى هدف سجل في البطوله خلال الموسم كله، وواحد من الاهداف اللي ما يجيبهاش غير لعيب كوره على اعلى مستوى. هو ده حسين الشحات اللي احنا مستنينه، وهو ده حسين الشحات اللي جه، وهو ده حسين الشحات اللي نتمنى انه يحافظ على مستواه وعلى تركيزه. وطبعا ده الجون اللي انا بكلم حضراتكم عليه، استلام، تشميسه، دبل كيك، رد فعل في جزء من الثانيه. يعني هو يمكن حتى زميلي محمد ابو علي فكرني ان ريفالدو كان لما كان بيلعب مع النجم البرازيلي، طبعا كان لما كان بيلعب مع برشلونه كان ليه هدف مشابه. كره صعبه جدا انك تستلم في منطقه الجزاء وتشمس اللعيب وتاخد قرار في جزء من الثانيه انك هتلعب الكره دبل كيك باكوردز بالشكل ده، كره اكتر من رائعه. هو ليه كره كمان قبلها الحقيقه يمكن رقص فيها الهاني سليمان مرتين وقعده على الارض، لكن اللمسه الاخيره ما كانتش بالدقه الكافيه فطلعت فوق العرض. لكن امبارح حسين بيقدر يقول انه انا لاعب مؤثر جدا وقادر جدا ان انا اخلق مساحات لنفسي واستلم بشكل رائع واخد القرار في جزء من الثانيه، وده مواصفات الجناح اللي يليق بالنادي الاهلي. حسين بياكد على ده في مباراه امبارح، ونتمنى ان شاء الله التوفيق ليه، محتاجينه بالتاكيد في الفتره اللي جايه، ومحتاجين كل لعيب في النادي الاهلي. طبعا خليني اقول لحضراتكم احنا يمكن المعضله اللي مش حاسين بيها قوي هتكون بعد ان شاء الله
نهائي دوري الابطال، عشان كده هيغيب عننا طبعا 6 لعيبه وهيغيب عننا كمان محمد الشناوي، فعشان كده محتاجين كل واحد من عناصر النادي الاهلي تكون في اعلى مستوياتها عشان نعوض الفتره الصعبه اللي ممكن تستمر، ونتمنى ان احنا انها تستمر لنهايه الاولمبياد. 6 ماتشات ممكن يكون غياب لعيبه المنتخب الاولمبي او لعيبه الاهلي في المنتخب الاولمبي ومعاهم طبعا محمد الشناوي. على كل احوال كل التوفيق للنادي الاهلي. بنقفل صفحه سموحه وبنفتح صفحه المقاولين، وصفحه مهمه جدا. عندنا 6 نقط مهمين جدا قبل ان شاء الله ما نروح لكايزر تشيفز، واحنا كده مش شاغلين بالنا بحاجه، واحنا كده مطمنين ان احنا لما نرجع نفتح صفحه الدوري مره ثانيه مش هيكون في اي عائق قدامنا ان احنا نحسم البطوله باذن الله. خليني اقول لحضراتكم او افكركم بسؤال حلقتنا اللي ابتدى من النهارده وهيستمر ان شاء الله لغايه يوم الخميس اللي جاي. سؤال حلقتنا هو مطلوب من طبعا من كل الاهلاويه، من كل جماهير النادي الاهلي، انها تدخل على صفحات التواصل الاجتماعي الخاصه بينا على تويتر على فيسبوك على انستجرام وتختار افضل 3 لاعبين من وجهه نظر حضراتكم طبعا في مباراه سموحه، وهتكون واحده من الماتشات انا متاكد المحيره. هتختار مين ولا مين؟ كل اللعيبه امبارح الحقيقه اجادب بشكل كبير، بس زي ما اتفقنا احنا بنختار افضل 3 لعيبه عشان نعرف مين هو لاعب الشهر وعشان نعرف مين هو لاعب الموسم طبقا لاختياراتكم طبعا في نهايه الموسم. افكركم بنتائج ماتشات امبارح. امبارح كان عندنا طلائع الجيش والمقاولين 1-0، بيراميدز وانبي تعادل 1-1، والاهلي وسموحه طبعا الاهلي اكتسح سموحه بنتيجه 4-0. النهارده كمان في كوبا امريكا هيكون في مباراه هتجمع بين البرازيل وبيرو، هتكون ميعادها الساعه 1 بعد نص الليل ان شاء الله باذن الله. دعوه للاستمتاع بالسامبا البرازيليه اللي بتقدم برضو عروض قويه جدا، وتشكيلتها الحقيقه واحده من افضل المنتخبات على مستوى العالم النهارده. خلينا نروح لاهم عناوين النهارده، ويمكن في العناوين قبل ما ادخل طبعا في التفاصيل هيكون معانا العنوان الاول انه الاهلي بيغلق صفحه سموحه وبيستعد بالفعل لمواجهه المقاولون العرب. الاهلي يستعيد بدر بنون في مباراه المقاولون. برنامج بدني لتجهيز جونيور اجايه في الاهلي بسبب اولمبياد طوكيو. كشف طبي شامل للاعبي المنتخب الاولمبي قبل السفر الى طوكيو. ومصر مع البحرين والصومال ولبنان في بطوله كاس العرب تحت 17 عام. وليفربول يستعد لبدء محادثات تجديد عقد محمد صلاح. هاخد حضراتكم بعيد عن الدوري شويه، هنرجع له تاني طبعا، بس هنبعد شويه عن الدوري ونروح لاهم مباراه للاهلي في الفتره اللي جايه، يمكن تكون اهم مباراه في الموسم كله، المباراه اللي هتجمعه طبعا بكايزر تشيفز الجنوب افريقي في نهائي دوري الابطال. بالتاكيد الاهلي طبيعي انه يوصل للمرحله دي، هو دايما الاهلي هو المرشح الاول وهو بالتاكيد حامل اللقب، فوجوده في المباراه النهائيه امر كان متوقع، لكن يمكن يكون مفاجاه البطوله الحقيقه وصول كايزر تشيفز للمباراه النهائيه. هيكون معانا من خلال فيديو كونفرنس الايطالي جوفاني سولانس مدرب المدير الفني السابق لفريق كايزر تشيفز، هنتكلم معاه طبعا عن مباراه الاهلي وكايزر تشيفز، وهنتكلم معاه كمان على فرص ايطاليا في عبور بكره. عندنا مواجهه ناريه طبعا في قبل النهائي يورو 2020 هتجمع ايطاليا واسبانيا. بدايه طبعا اهلا بيك على شاشه النادي الاهلي، وبشكرك طبعا على وجودك معنا في السادسه. شكرا لكم. شكرا لكم على استضافتي على قناة الأهلي. فخر لي الزور على قناة الأهلي، أعظم نادي في أفريقيا وصاحب أكبر قاعدة جماهيرية كبيرة. نادي الأهلي الذي رئيسه محمود الخطيب كابتن بيبو، الرئيس الذي قد فاز ببطولة أفريقيا كلاعب وكرئيس للنادي، وهذا شيء لن يحدث كثير في أفريقيا. شكرا لكم على السماح لي بهذه الفرصة. عارف تماما أنك أنت تابعت بطولة دوري الأبطال في نسختها الحالية وتابعت فريق الأهلي وكايزر تشيفز، بداية إزاي بتشوف المباراة النهائية المنتظرة اللي هتجمع بين الفرقتين، وإيه هي برضو من وجهة نظرك فرص كل فريق في التتويج باللقب؟ في بداية الأمر الأهلي هو المفضل دائما في الفوز بهذه البطولة، وهذا بالطبع لما يملكه الأهلي من تاريخ في دوري أبطال أفريقيا والبطولات الأفريقية. يجب أن نقول شيء أهم جدا،
هذه مباراة تعتبر أهم بطولة في أفريقيا كل عام، والتوقع فيها صعب جدا، لكن الأهلي يبقى دائما مفضل، وهذه مباراة تلعب من 90 دقيقة وقد تمتد بالنسبة للأشواط الإضافية. كايزر تشيفز يريد أن يكتب التاريخ على حساب الأهلي. أعتقد أن الأمر صعب بالنسبة لهم، لكن في عالم الكرة ليس هناك مستحيل. المباراة قد تكون صعبة جدا على الفريق الجنوب أفريقي، لكن كل يأمن بحظوظه. خليني أسألك على قرايتك لسيناريو المباراة. يعني فرقة النادي الأهلي بالتأكيد هي حامل لقب البطولة الأفريقية، هي صاحبة أعلى رصيد من البطولة من دوري الأبطال، هي دايما المرشح الأول، صاحبة خبرة كبيرة جدا، حتى مش بس في الفوز والتتويج بالبطولة، ولكن كمان حتى في عدد مرات الوصول للدور النهائي، في مقابل فريق بيوصل لأول مرة في تاريخه لنهائي دوري الأبطال. هل تعتقد أن دي علامة فارقة؟ وهل تعتقد كمان أنها ممكن تأثر على السيناريو اللي هيخوض بيه كايزر تشيفز مواجهته أمام النادي الأهلي؟ المباراة ستكون صعبة جدا، كايزر تشيفز أول مرة في تاريخه يصل إلى نهائي أفريقيا، وهذا قد يكون نقطة إيجابية لصالحهم، قد يفعلوا كل شيء لأنهم يعلمون أن من الصعب الوصول لنهائي أفريقيا. أصعب ما في المباراة وأصعب سيناريو إذا قام كايزر تشيفز بالتسجيل ضد الأهلي في أول مباراة، قد يصعب من مهمتهم والأهلي قد يعود. أنا أتابع الأهلي جيدا، الفريق الذي يبادر بإحراز الأهداف في الأهلي يندم كثيرا. هذا أول سيناريو. السيناريو الآخر إذا قام الأهلي بالتسجيل في أول ربع ساعة أو أول 30 دقيقة من المباراة، الأمور ستصبح في غاية الصعوبة بالنسبة للجنوب أفريقي. الأهلي الفريق الذي عندما يتقدم في النتيجة صعب العودة أمامه. مباراة ستلعب من 90 دقيقة وقد تمتد الأوقات الإضافية. السيناريو قد يكون هناك أكثر من سيناريو، لكن كما قلت لك أن الأهلي مفضل، الأهلي لديه لاعبين أعلى في كل شيء، بداية من حارس المرمى حتى المهاجم. المباراة ستكون صعبة جدا على الفريق الجنوب أفريقي، لكن يجب أن تعلم شيئا هاما، ويجب أن يعلم جمهور الأهلي شيئا هاما، كايزر تشيفز الذي سوف يلعب أمام الأهلي هو من قام بالإطاحة بالوداد كازابلانكا، وقد فاز في كازابلانكا 1-0 وتعادل في جنوب أفريقيا وصعد. إذن فريق أطاح بالوداد يجب ألا يستهان به حتى لو كان لا يملك تاريخ الأهلي وبطولات الأهلي. هذه مباراة نهائية ستلعب على مراحل، يجب على الأهلي أن يحترم الفرق كما نعلم عنه دائما، لكن يجب على جمهور الأهلي أن يعلم أن المباراة ليست بالسهولة التي ينتظرها الجميع، وأن يلعب من أجل الفوز دائما. الأهلي سوف يسيطر على المباراة، هذا أؤكده لك. أنا أعلم جميع لاعبين الأهلي وأعلم أدوارهم في الملعب، وأعلم أيضا لاعبي كايزر تشيفز، شاهدت الفريقين في دوري أبطال أفريقيا هذا العام. طب خليني أسألك الأول، يهمني كمان أسألك على المواجهة الفنية خارج الخطوط. يعني بالتأكيد أنت يعني في حدود معلوماتي أنك واجهت قبل كده بيتسو موسيماني لما كان مدير فني لسان داونز، وكنت أنت بتتولى مسؤولية كايزر تشيفز. عايز اعرف ازاي بتشوف المواجهه خارج الخطوط ما بين بيتسو موسيماني مدرب او مدير فني النادي الاهلي، وما بين ستيوارت باكستر المدير الفني لفريق كايزر تشيفز. بيتسو موسيماني رجل حكيم، كما يقولون في عالم الكره يعلم كيف يفوز بالمباريات. انا لعبت قدام بيتسو موسيماني خارج الخطوط، هو هادئ ولكن هو ثعلب مكار، يضع سيناريو للمباراة دائما خلال المباراة، وهذا لن يتوفر في أي مدرب. بيتسو موسيماني من نوعية المدربين الذين يقومون بدراسة الخصم جيد جدا. أعتقد أن الأهلي محظوظ بالتعاقد مع موسيماني، وموسيماني محظوظ بالتعاقد مع الأهلي. طيب خليني اسالك على كايزر تشيفز، وبما انك تابعت المشوار الفريق على مدار البطوله،
في تقديري الشخصي انه كان في تباين كبير جدا في مستوى الفريق، ماتشات بيقدم فيها مستوى جيد ومردود جيد، ماتشات تانية بيتلقى فيها هزائم ثقيله جدا زي الخساره اللي تعرض ليها مثلا امام سيمبا التنزاني بنتيجه 3-0، وكاد سيمبا ان يقصي اساسا كايزر تشيفز خارج البطوله. من وجهه نظرك ايه هي اهم نقاط القوه ونقاط الضعف في فرقه كايزر تشيفز؟ كايزر تشيفز لديه بعض النقاط القويه جدا، لديهم نولكوفيتش وكاسترو ومانياما، هم افضل اللاعبين لدى الفريق الجنوب افريقي. هناك لعيب بيليات قد يلحق النهائي ام لا، لكن خامات بيليات قد يكون خساره كبيره لكايزر تشيفز اذا لم يقوم بلعب النهائي، وسيكون مكسب للنادي الاهلي. الامور في جنوب افريقيا تقول ان بيليات لم يتعافى حتى الان من الاصابه. كايزر تشيفز لديهم حارس مرمى جيد صاحب قوه بدنيه قويه، وانا اعتقد ان جميع فريق الجنوب افريقي لديه العديد يلعبون كره جماعيه ويدافعون عندما يحرزون الاهداف، وهذا شيء اريد ان احذر الاهلي منه، ان الفريق الجنوب افريقي يدافع جيدا. وقد رايتم مباراه كايزر تشيفز امام الوداد مباراه العوده في جنوب افريقيا. الان ننتقل الى الاهلي، انا اتابع الاهلي جيدا. الاهلي لديه حارس مرمى قوي جدا محمد الشناوي، لديه صانع العاب خطير محمد افشه، شريف في الهجوم. الاهلي سوف يحسم الامور مبكرا، وبدر بنون المغربي المدافع. الاهلي قوي جدا اذا ما قارنا لاعبي الاهلي بلاعبي كايزر تشيفز. طيب هقفل معاك صفحه نهائي دوري الابطال وافتح معاك صفحه اليورو. بدايه طبعا ابارك لك على وصول منتخب ايطاليا للدور قبل النهائي، وخليني اخد رايك قبل ما اتكلم على مواجهه اسبانيا بكره. من وجهه نظرك ازاي نجح مانشيني في اعاده شخصيه وهيبه المنتخب الايطالي مره ثانيه، وازاي خلق بجيل يعني خالي من النجوم او من الاسماء الكبيره منتخب قوي جدا اصبح مرشح للتتويج ببطوله يورو 2020؟ أريد أن أقول لك شيئا هاما جدا. بصفة شخصية هنأتي مانشيني على ما يقدمه مع المنتخب الإيطالي، وكنت أفضل المتفائلين عندما قام مانشيني بتدريب المنتخب الإيطالي. مدرب ذكي جدا، خلق روح من الجماعة داخل الفريق، لديه روح ويتعامل مع الجميع بشخصية قوية، يجتمع دائما من اللاعبين ويحثهم على اهميه هذه البطوله. هناك اشياء تحدث في الكواليس الايطاليه بعيده عن الصحافه، ومن الافضل لنا كايطاليين ان تكون هذه بعيده عن الصحافه. هناك اشياء كثيره في ايطاليا تحدثنا فيها مع الصحافه خلال هذه البطوله، ان المنتخب الايطالي لديه العديد من العناصر القويه. ايطاليا لم تفعل هذا من المفاجاه. إيطاليا قامت بأشياء كبيرة جدا، لعبت خارج إيطاليا وداخل إيطاليا ولعبت جميع الفرق. ما يقدمه مانشيني ليست بالمفاجأة. غدا مباراة أسبانيا ستشاهدون إيطاليا مختلفة تماما عن الأدوار الإقصائية ودور المجموعات. نجحت إيطاليا في التعامل مع الاختبار الحقيقي والقوي ليها في بطولة اليورو بتجاوز عقبة بلجيكا، لكن الماتادور الأسباني قصة مختلفة، وواحد من الفرق برضو المرشحة لتحقيق اللقب. ازاي بتشوف سيناريو المواجهة بين الاثنين، وايه اهم نقاط القوة في المعسكر الاسباني والمعسكر الايطالي من وجهة نظرك؟ الامور صعبة جدا، غدا المباراة ستلعب على مراحل، مباراة الخاسر فيها سيغادر والفائز سيصل إلى النهائي ويلعب على حلمه. المنتخب الإيطالي لديه العديد من نقاط القوة تتمثل في لورينزو إنسينيا وباريلا وكييزا. إيطاليا لديها نقاط قوة تبدأ من خط الدفاع، تعلم دائما أن الإيطاليين يبدأون اللعب من الخلف، يقومون ببناء الهجمات من خلال كيليني وليوناردو بونوتشي.
ثم ماركو فيراتا الذي يقوم بتوزيع اللعب. لدينا العديد من نقاط القوة بالنسبة للمنتخب الإيطالي. المنتخب الإيطالي قوي جدا بالنسبة لمنتصف الميدان. من الأربعة اللي تأهلوا بالفعل للدور قبل النهائي، إيطاليا، إسبانيا، إنجلترا، دنمارك، مين الأقرب لتتويج اللقب من وجهة نظرك؟ بالنسبة لوجهة نظري إيطاليا إنجلترا سيكون نهائي اليورو. هم أقوى فريقين ويستطيعون، وأكرر لك هذا من وجهة نظري. أسبانيا فريق قوي جدا ووارد الهزيمة غدا أمام أسبانيا، لكن أتمنى فوز إيطاليا، لأن العالم الإيطالي كله ينتظر هذه البطولة بفارغ الصبر. إنجلترا تقدم أداء أكثر من رائع. أقول لك من الآن إنجلترا طريقها سهل للنهائي، لكن غدا الفائز من إيطاليا وإسبانيا سيصبح بطل اليورو. خليني أعرف الأفضل من وجهة نظرك على مستوى المديرين الفنيين في بطولة يورو 2020. مانشيني بالطبع، بدون شك روبرتو مانشيني، لويس إنريكي أيضا من أفضل المدربين في البطولة والذين يقدمون كرة رائعة. وأفضل لاعب خصوصا لو كان من اللاعبين الصاعدين، يعني أنا عارف طبعا سوبر ستارز في البطولة دي كتار جدا، لكن مين من اللاعبين الجداد تتوقع ليه أنه يكون واحد من نجوم الكرة في العالم؟ باريلا قوي جدا ويقدم أداء رائع مع المنتخب الإيطالي، ويلعب الآن في الإنتر وفاز مع الإنتر ببطولة الدوري. أنا أعشق باريلا ويقدم بطولة، وباريلا يقوم بالتحكم في رتم المباراة. ولدينا أيضا لورينزو إنسينيا، ولدينا فيدريكو كييزا الذي يقدم مباراة من أفضل مبارياته، لدينا أيضا فيراتي، لوكاتيلي، ذلك هما عناصر إيطاليا ومستقبل إيطاليا. سؤالي الأخير الحقيقة بمناسبة ذكرك لأهم عناصر المنتخب الإيطالي، وأضيف عليهم سبيناتزولا رغم إصابته طبعا بقطع فوتر أكيليس، لكن سمعنا عن عروض كتير جدا بتنهال عليهم بالاحتراف، هل تعتقد أن ده يأثر على مشوارهم في بطولة اليورو سلبا؟ بالطبع خسارة كبيرة لمنتخب إيطاليا وللكرة الإيطالية ولنادي روما الإيطالي. إصابة سبيناتزولا وجعت قلوب الإيطاليين وستكون خسارة كبيرة لنا بالطبع، لكن إيطاليا تستطيع أن تعوض سبيناتزولا. لدينا البديل إيميرسون بالميري، ولدينا دكة احتياطي قوية جدا تستطيع عمل الفارق في مباراة غدا أمام إسبانيا. للأسف أنا حزين لإصابة سبيناتزولا، لكن سيتم تعويضه غدا. جيوفاني سولينس بشكرك شكرا جزيلا، طبعا المدير الفني السابق لكايزر تشيفز، بشكرك شكرا جزيلا على مشاركتنا على الهواء في السادسة، وكل التوفيق لمنتخب إيطاليا. ونتمنى الحقيقة، يمكن طرح أكثر من سيناريو كلهم الحقيقة بيصبوا في مصلحة النادي الأهلي، لكن زي ما اتفقنا دايما أنه التوقعات و القياسات، تاريخ، أرقام ملهاش أي علاقة بمباراة هتقام من 90 دقيقة بين 11 و 11. كل التوفيق للنادي الأهلي إن شاء الله في مواجهته لكايزر تشيفز. خلينا قبل ما ندخل في تفاصيل أخبار حلقتنا النهاردة ونبص على المحطة الجاية، وهي محطة مهمة وبرضو الحقيقة تندرج تحت عنوان المواجهات الصعبة مع المقاولين، نروح لفاصل مع حضراتكم ونرجع طبعا مع واحد من نجوم النادي الأهلي، وبالمناسبة هو كان واحد من نجوم المقاولين، هيشرفنا النهاردة في قناة النادي الأهلي كابتن إيهاب المصري ضيفنا في السادسة، بس بعد الفاصل. بما انها مباراه هجوميه من الطراز الاول، الاهلي امتعنا فيها الحقيقه بالاداء قبل النتيجه كمان، وطمنا على جاهزيته، لان انا بشوف الحقيقه كمان ان كل مواجهه بياخدها النادي الاهلي في مشوار الدوري مش بس دفاعا عن لقب هو حامل ليه لغايه اللحظه، لكن كمان بعتقد انها فرصه ان يبقى فيه بروفا
محترمه وقويه عشان نبقى جاهزين لمواجهه كايزر تشيفز. وبما ان احنا اتكلمنا او ابتديت كلامي عن الطابع الهجومي، فانا بيشرفني الحقيقه واحد مهاجم من طراز رفيع النهارده بيشرفني فيه السادسه كابتن ايهاب المصري هيكون ضيفنا، نتكلم معاه على ماتش امبارح شويه، والاهم طبعا نتكلم معاه اللي جاي، وخصوصا طبعا متالق بشكل كبير جدا بتيشرت النادي المقاولين العرب. اهلا بيك يا كابتن ايهاب. اهلا وسهلا بيك. اهلا وسهلا بيك، وسعيد جدا بتواجدي مع حضرتك النهارده. منور الدنيا. وخليني اخد رايك كده مع الساده المشاهدين، ندخل في مع يعني شويه اخبار اهم اخبار النهارده ونسمع برده تعليقك عليها. تمام. الخبر الاول الحقيقه بيتكلم على طبعا وزي ما تعودنا النادي الاهلي، وبما انه كمان ما فيش جاب يعني ما فيش فتره كافيه من مباراه بنطلع على مباراه تانية، احنا لعبنا الخميس مع بيراميدز، الحد مع سموحه، والخميس اللي جاي عندنا مواجهه برضو واحده من كلاسيكيات الكره المصريه المقاولين طول عمره بصرف النظر عن موقعه في الدوري فريق كبير جدا وليه احترامه. فالجهاز الفني قفل صفحه سموحه خلاص. طبعا انت عارف انه في فرحه ولامس انه الناس يعني حاسه الناس مبسوطه جدا بالاداء وبالسكور بتاع امبارح، لكن الجهاز الفني قفل وابتدى يفتح صفحه المقاولين. عموما شايف المستوى الاداء اللي قدمه الاهلي في ماتش سموحه امبارح ازاي؟ واعتقد انه كمان استمرار لادائه في مباراه بيراميدز وان كانت النتيجه مختلفه، يعني المباراه انتهت بالتعادل ومباراه انتهت بفوز كبير. يمكن انا متفق مع حضرتك طبعا، ويمكن هي من ماتشات الترجي كمان، يعني هي امتداد من ماتشين الترجي بيراميدز سموحه امبارح. اعتقد هي النادي الاهلي استفاد استفاده كبيره جدا من الراحه اللي حصل عليها بعد مباراه نهضه بركان، والراحه السلبيه اللي مستر موسيماني اعطاها للعيبه الست ايام اللي خدوها، اعتقد شالت كتير قوي من الضغط الذهني والبدني والفني اللي كان على اللعيبه، عملت فاصل ما بين الضغط اللي كان موجود قبل الفتره بتاعت نهضه بركان وسان داونز. لما النادي الاهلي رجع بعديها واقف على رجله كويس قوي فنيا، وصل لاعلى مستوياته الفنيه من خلال ماتشين الترجي وماتش بيراميدز، اداه بشكل كويس جدا جدا جدا، ما يختلفش عن اداء امبارح بالنسبه لي انا كمان، بس هو سوء التوفيق اللي لازم النادي الاهلي، كان ممكن يطلع بماتش بيراميدز بنتيجه كبيره جدا ونتيجه كويسه جدا ترضي الجمهور. طبعا لولا الغلطه اللي بتحصل اللي حصلت وبتحصل طبيعي، يعني ممكن تحصل مع حراس كتيره في العالم، ما نقللش طبعا ولا تقلل من كفاءه ولا نجوميه محمد الشناوي اللي هو الحارس الاول في مصر، مش راي ايهاب، هو راي الناس كتيره اللي متابعه كره القدم، هو الحارس الاول يمكن او بينافس على حراسه مرمى رقم واحد في افريقيا، الشناوي حارس كبير حارس مرمى منتخب مصر، فالغلطه اللي حصلت دي معرض اي حد ليها، فلولا اللحظه اللي حصلت فيها الغلطه دي اعتقد الناس كانت هتبقى مبسوطه جدا باداء النادي الاهلي في ماتش بيراميدز. هي دي الكوره بقى، امبارح التوفيق اللي ما وقفش معاك في ماتش بيراميدز وقف معاك في ماتش سموحه، ادائك نفس البدايه امبارح في سموحه، هي البدايه في بيراميدز، طاهر بيروح للجون في اول 5 دقائق بيحط الكره يعني نفس البدايه، بس الخمس دقائق النهايه في الشوط الاول والتوفيق الكبير اللي حالف نادي الاهلي، النادي الاهلي استمر على الضغط الهجومي. والله قبل الخمس دقائق اللي حطينا فيهم الثلاث اجوال كان في ضغط هجومي بشكل كبير جدا. ما انا بقول لك هي نفس البدايه بتاعت بيراميدز، بس هنا التوفيق وعدم توفيق. انت امبارح التوفيق كان معاك، او ربنا عوضك على المجهود الكبير اللي انت عملته في بيراميدز والاداء الكبير اللي انت عملته في بيراميدز. فامبارح كانت نتيجه طبيعيه، انا بالنسبه لي النتيجه كانت يعني متوقعه، مش النتيجه الرباعيه لكن الاداء والنتيجه كان متوقع للنادي الاهلي يكسب امبارح، عشان انا شفت النادي الاهلي في ماتشين الترجي في ماتش بيراميدز، النادي الاهلي في مستوى تصاعدي، المستوى الفني بيتصاعد، المستوى البدني بيتصاعد بشكل كبير جدا، شايف اللعيبه ما شاء الله لا قوه الا بالله واقفه على رجليها بشكل كويس، فده كله يعني زي ما حضرتك برضو قلت كلها بروفا واستعداد للماتش الاهم يوم 17. النادي الاهلي في تصاعد مستمر من ماتش بيراميدز السموحه مقاولين مقصه عشان يوصل يوم 17 للتوب فورم او للمستوى اللي احنا كلنا نتمناه، يكون بكامل لياقته الفنيه والذهنيه والبدنيه، ويكون التوفيق حليفه ان شاء الله باذن الله. نتمنى ده، نتمنى إن شاء الله. انا عايز اقف معاك شويه مع خطوط النادي الاهلي الثلاثه. تمام. يعني احنا الحمد لله مطمنين جدا على حراسه المرمى في وجود الشناوي وعلي لطفي. علي لطفي هبتدي بخط الدفاع. خط الدفاع لفت نظري فيه الحقيقه تالق الرباعي. انا بمناسبه طبعا احنا بدر ان شاء الله راجع لنا في ماتش المقاولين، هو كان غاب عن ماتش سموحه بسبب 3 انذارات تتعدد الاسباب، لكن في فتره من الفترات تلاقي واحد من المدافعين مش موجود، يعني بدر موجود، ايمن موجود، ياسر. ايمن يطلع يدخل ياسر ربيعة. ياسر يطلع يدخل ربيعه، ما شاء الله ما شاء الله، رغم انه الخط ده اللعيبه بتاعته رجلها مش في الملعب باستمرار، لكن كل واحد ما بيجي يشارك في مباراه او تحس انك محتاجه في مباراه
تحس ان هو ولا كانه كان بره، يعني تحس ان هو فور في اعلى مستوياته. وامبارح ده شفنا مثلا هو ياسر ابراهيم، عايزين ندي لياسر حقه يعني. انا عايز اتكلم على ياسر، زي ما انت قلت كده بالظبط، ياسر يغيب ويرجع ما شاء الله واقف على رجله، مركز جدا، عارف مهام وواجبات مركزه كويس قوي، مركز بشكل كبير جدا، واضح اللي هو حتى لما ما بيلعبش هو مركز، ما بيعترضش على اي حاجه، بيشتغل على نفسه وشغال في تمرينه كويس، عشان كده لما بياخد الماتشات بتلاقيه جاهز، فالتوفيق بيكون معاه، بيطلع بشكل كويس جدا. امبارح الجمهور مبسوط بيه، شكله في الملعب كويس، واقف على رجله كويس، اي مواجهه واحد على واحد بيقطع بشكل كويس، سرعات موجود، تغطيه موجود، يعني عمل ماتش كبير جدا امبارح. اعتقد ان ياسر مثال كبير جدا للعيبه كتير، ان حتى لو انت ما بتلعبش لازم تكون جاهز ومركز، عشان لما تلعب تمسك في فرصتك وتاخد الفرصه، عشان تثبت للناس كلها ان انا استحق ان انا اكون متواجد. ولما بتكلم تحديدا على الباكات في النادي الاهلي، يعني تعرف حضرتك الجمهور لما بيجي يسمع تشكيل المباراه في اوقات كتير جدا، انا مش بتكلم طبعا على ماتش سموحه، بتكلم على اي ماتش من ماتشات الاهلي على مدار التاريخ، انت بتسمع التشكيل، ففي لعيبه تبقى مطمن ومرتاح انها موجوده في الملعب، وفي لعيبه ممكن تبقى قلقان شويه، ممكن مش في مستواهم او بعاد او لسه ما وصلوش للتوب فورم بتاعهم. ابدالي ان النهارده بتسمع اسم اي واحد من الاربعه، بدر او ايمن او ربيعه او ياسر، انت مطمن، رغم انه حتى لو ممكن حد منهم بعيد شويه، بس انت مرتاح لوجود الاربعه، واعتقد ده كمان مريح بالنسبه لمستر موسيماني. اكيد طبعا. دلوقتي بقى في اطمئنان عند الجمهور، عندك الخطوط كلها يعني ما شاء الله طبعا، عشان الحسد لا ما شاء الله، في وربنا يكملها على خير يعني، واللعيبه يبعد عنها شر الاصابات يعني. لا في تكامل بنسبه كبيره جدا في الخطوط كلها للنادي الاهلي، خط ظهر النادي الاهلي زي ما بنتكلم، سواء ثنائيه ايمن امبارح وياسر حاجه عظيمه، حاجه محترمه، الاثنين واقفين على رجلهم بشكل كويس، مفيش اي خطوره كانت على مرمى النادي الاهلي امبارح، واقفين صح. انا بيتهيألي كمان المركزين دول تحديدا كابتن ايهاب مش مرتبطين بس التالق بمستواك وجاهزيتك، لكن مرتبط كمان بان يبقى في تفاهم بينكم وبين بعض، وده اللي شفناه امبارح، كان في تفاهم كبير جدا. وبرده اللعب يعني، انا المركز ده صعب جدا، لان انت المدافع لو بعد عن حساسيه المباريات لما بيرجع بيبقى فيه تخوف شويه، فده اللي انا عشان كده بتكلم على ياسر. ليه ياسر لما بيغيب بيرجع كويس؟ عشان ياسر مركز وبيكون شايف شغله كويس او مركز شغله كويس قوي، فانا عشان كده ربنا بيكافئه على المجهود اللي هو بيعمله. فانا في اطمئنان كبير جدا على اي ثنائيه هتلعب من الاربعه، في اطمئنان كبير جدا 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 عند جمهور النادي الاهلي دلوقتي من خط ظهره، سواء بدر بنون موجود، ايمن اشرف، رامي ربيعه، ياسر ابراهيم، الرباعي ما شاء الله عليه دلوقتي في المستوى العالي بتاعه، في قمه تركيزهم، عارفين المسؤوليه اللي موقعه عليهم. فاعتقد اي ثنائيه هتلعب الفتره الجايه هتكون كفيله ليها تشيل خط ظهر النادي الاهلي في اصعب الاوقات ان شاء الله. معلول في الشمال، وبالتالي اكرم في اليمين. خلاص اكرم الاثنين برده الحقيقه برده كباكات، اعتقد انا بتهيالي طبعا كمان من الناحيه النفسيه، الجول اللي حطه امبارح علي معلول من ضربه الجزاء بالنسبه للاعيبي الكوره مهم جدا يعني. معلول بالنسبه لي ماتش سموحه يمكن ده افضل ماتش حتى من ماتشين الترجي وماتش بيراميدز. معلول امبارح قدر يخرج قدر يرجعنا المعلول ما قبل الاصابه، عمل ماتش كبير جدا امبارح، تحركاته الهجوميه بشكل كبير جدا جدا جدا، بيعمل تحركات هجوميه. ده الهدف الهدف ده انا عايز يعني اقف عند النقطه دي. معلول جريته على الجهاز الفني فرحه اللعيبه بيه في بيدلهم بفضل كبير، عايز يقول لهم اللي انتوا وقفتوا معايا وقفتوا طلعتوني من اللي انا من الحاله اللي انا كنت فيها، او اكيد هو كان حزين جدا الفتره اللي فاتت، بيمر بحاله نفسيه سيئه لان هو حس بالذنب بعد ضربه جزاء بيراميدز، وده معرض اي لعيب في العالم اللي هو يضيع ضربه جزاء. ممكن نجيب اللقطه اللي فاتت دي اللي ظهر فيها كابتن محمد الشناوي وهو بيبص على ضربه الجزاء من عنده، من ناحيته، من زاويته يعني. يعني طبعا اي فرقه بيجي لها ضربه جزاء طبيعي جدا ان كل اللعيبه عايزاها تدخل، ده شيء طبيعي ومفروغ منه، لكن ضربه الجزاء دي امبارح كان فيها حته زياده شويه، يعني اللعيبه والسبورت او حاله الدعم اللي عملوها. وانا بقول لحضرتك شوف معلول كمان لو في لقطات، هي دي اللقطه الشناوي مستني الكره تدخل عشان كلهم عايزين يطلعوا معلول من اللود اللي هو فرحته بعد الجول. معلول من نادر جدا خلي بالك فرحته او يجري على مدرب او يجري على جهاز فني بره، دي ما بيعملهاش كتير، لكن جاريه امبارح على مستر موسيماني، على كابتن سال عبد الحفيظ اللي اكيد كان ليه دور كبير جدا بعد مباراه بيراميدز، اللي هو يخرج اللعيبه من الحاله النفسيه اللي هم فيها، لان اللعيبه كانت في حاله نفسيه سيئه وده طبيعي في الكوره، لان انت كنت شايف نفسك اللي انت يوم ماتش بيراميدز كنت فنيا اعلى، بدنيا اعلى، كنت
كنت انت اللي ماسك الماتش، كنت انت الاحق المكسب الماتش. فانا لما اطلع كلاعب وزعلان ومتضايق ان انا خسرت ماتش زي ده او خسرت نقطتين في ماتش مهم زي ده وانا الاحق، فهو كان ده رد فعل اللعيبه طبيعي. فكابتن سيد كان ليه دور كبير جدا، كان ليه دور كبير معالي معلول، كابتن سامي قمصان انا شفت معلول برده رايح. فاعتقد ان معلول حاسس بقيمه النادي الاهلي، حاسس بقيمه وحب لعيبته، حاسس بحب جهازه الفني اللي وقف في ظهره بعد موضوع بيراميدز وضربه الجزاء. فمعلول امبارح بيقدم اداء كبير جدا وبيعوض الناس عن كره بيراميدز، وطبعا يعني هو معلول حل هجومي كبير جدا للنادي الاهلي. طيب قبل ما اكمل بقيه الخطوط واجي للهجوم، لانه الهجوم عندي فيه حتتك بقى ومنطقتك اكيد اكيد اكيد، بس قبل ما نتكلم في بقيه خطوط الفرقه خلينا نروح لفاصل سريع ونرجع نكمل كلامنا معاك في السادسه. منورنا كابتن ايهاب. مواجهه المقاولين في ملعب او على ملعب بيترو سبورت ان شاء الله يوم الخميس اللي جاي الساعه 9 مساء. والحقيقه يمكن كنت بتكلم مع كابتن ايهاب المصري طبعا قبل الفاصل على خطوط النادي الاهلي، درجه الانسجام والمستوى المميز اللي بيقدموه بواحد من والحقيقه يمكن ده على مدار الموسم كله، الثلاثي خط الوسط اللي موجود بشكل اساسي في بعض الماتشات بيلجا مستر موسيماني انه يبدا بيهم هم الثلاثه، في بعض الماتشات زي امبارح بيبتدي باثنين وبيريح واحد، ودايما تختار الحقيقه تبتدي بمين لانه الثلاثه مقدمين للموسم الثاني على التوالي مستويات اكثر من رائعه، حمدي فتحي، اليو ديانج، وعمرو السولية. طبعا بصراحه الثلاثه يعني من اقوى خطوط الوسط الملعب في افريقيا كلها مش في مصر بس، الثلاثه زي ما انت قلت تحتار لو هتلعب باثنين وهتلعب بمين فيهم، لان اي اثنين هيلعبوا من الثلاثه هيشيلوا خط وسط النادي الاهلي بشكل كويس قوي، هيأدوا اداء فوق الممتاز، تغطيه لمساحات الملعب بشكل كبير جدا، زياده هجوميه بشكل كويس جدا. يعني انا هتكلم الاول عن ديانج والسولية امبارح. السولية امبارح عمل مجهود كبير جدا في نص الملعب، قدر بشكل كبير يعني الجون الثاني بتاع حسين الشحات السولية ضغط في نص الملعب قبل ما سموحه يبدا الهجمه ويبنيها من ورا، هو عمرو السولية اللي ضغط في نص الملعب ويقطع الكوره عشان يوصلها لعلي معلول. السولية بيأدي اداء بشكل كويس، واقف على رجله فنيا وبدنيا بشكل كبير جدا. ديانج طبعا بيقدم مستويات ما شاء الله عليه رهيبه الفتره اللي فاتت، يمكن بيراميدز ما كانش على المستوى شويه، لكن هو ديانج يعني قوه لا يستهان بها في نص الملعب النادي الاهلي، لعيب بمواصفات اوروبيه، لعيب عنده امكانيات كبيره جدا يفوق قدرات الدوري المصري بشكل كبير جدا. امبارح ما شاء الله بقى طبعا يعني او مش امبارح بس هو الفتره اللي فاتت بصراحه حمدي فتحي يستحق كتير جدا 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 من جمهور النادي الاهلي طبعا. ده الهدف الاول بتاع محمد شريف. محمد شريف 9 أو 10 نقلات من اول الملعب لغايه اخره، وصولا طبعا لمنطقه جزاء سموحه، دبل باس كويس قوي مع طاهر بالظبط كده، طاهر حطها له بشكل كويس جدا، تصرف محمد الكاونتر اللي ظهر قدام حضراتكم ده عدد الثواني اللي استغرقته هجمه النادي الاهلي في 25 ثانيه 9 الاهلي بنى هجمه من عند الجون بتاعه ومنطقه ال 18 وصولا للحظه احراز محمد شريف الهدف. هدف من الاهداف الكويسه جدا في اسلوب لعب النادي الاهلي، في شخصيه النادي الاهلي. النادي الاهلي الفتره اللي فاتت بيعتمد على الاستحواذ في نص الملعب بشكل كويس، بيبني الهجمه من ورا، بيطلع ليها نص الملعب بشكل كويس، عنده لعيبه كوره في نص الملعب السولية وحمدي فتحي معاهم طبعا قفشه العقل المفكر للفرقه اللي هو بيقدر يصنع لك حلول كتيره جدا في نص الملعب بتحركاته بورا خط وسط الفرقه المنافسه، بيتحرك بين الخطوط بشكل كويس قوي فبيخلق لك مساحات تمرير كبيره جدا. عمرو السولية وحمدي فتحي امبارح بيأدي اداء كبير جدا سواء هجوميا او دفاعيا، كان هيجيب جول امبارح من الجول العظيمه جدا بدبل باص برده مع قفشه حطها له بشكل كويس، دي تكمله من المهام الجديده المتعودين عليها من حمدي فتحي. يعني حمدي فتحي بيلعب بدماغه كويس جدا جدا، واول مشواره مع الاهلي الحقيقه كان بيسجل على طول، يعني في الكور الثابته بيبقى حل مهم جدا، بيلعب بدماغه حلو جوه. امبارح شفناه بيشوط يعني في ماتش الترجي هناك الكوره الجول الاول محمد شريف الملغي حمدي فتحي اللي كمل وشاط، فحمدي فتحي عنده الميزه دي، عنده الزياده الهجوميه بيعملها بشكل كويس جدا. امبارح بيعمل حاجات يعني ما شاء الله عليها رهيب في نص الملعب، يعني واخد الملعب بالعرض. ايه اللي محتاجه يزيد عند لعيبه خط النص؟ يعني ايه اللي محتاجه يزيد في الادوار؟ لا ما شاء الله، يعني انا بشوف بدون مجامله يعني هم ثلاثي خط وسط ناري
من اقوى خطوط الوسط في افريقيا. بتميل اكتر كابتن ايهاب انه مستر موسيماني يبتدي بالثلاثه؟ لا. ولا بتحب انه يبتدي باثنين؟ الثلاثه دي كانت ليها ماتشات يعني لعب الترجي ماتش اقصائي سان داونز هناك الظروف دي ماشي العب بالثلاثه، لكن ما اجيش العب مع احترامي طبعا لكل فرق الدوري المصري، لكن العب في الدوري المصري بثلاثه لا بتفقدنا كتير قوي. لما انا العب بقفشه بتفقد النادي الاهلي، لما العب بقفشه على طرف من الاطراف او جناح بتفقد كتير جدا من قوه النادي الاهلي، لان هي قوه النادي الاهلي في وجود قفشه قدام الاثنين الديفندرين اللي بيلعبوا. فهي دي اللي بتعطي اريحيه وافضليه للنادي الاهلي هجوميا. اروح معاك لخط الهجوم. تمام. خط الهجوم انا مش هقول لك اسماء، انا هخليك انت تختار تحب تبتدي بمين. يعني مش بس في ماتش امبارح، يعني انا قلت لك احنا جايين عشان نتكلم معاك على الكره الهجوميه. تمام. احنا جماهير النادي الاهلي محتاجه تحس انه من الدقيقه الاولى للدقيقه 90 الاهلي مسيطر وهاجم وبيسجل وبيضيع وبيمتع جمهور النادي الاهلي. الرباعي اللي بدا امبارح بالظبط، نبتدي بالرباعي اللي بدا امبارح. ما هو الرباعي اللي بدا امبارح هو الرباعي الانسب في الوقت الحالي للنادي الاهلي. ما شاء الله عليهم، عندهم حلول كبيره جدا. حسين الشحات لازم اديله حقه، حسين في كتير من الاوقات جمهور النادي الاهلي انتقده، حسين ما كانش على المستوى المطلوب من جماهير النادي الاهلي، لكن حسين بقاله فتره بيأدي بشكل كويس عند حسن ظن جمهور النادي الاهلي بيه، سواء على الناحيه التهديفيه او صناعه الاهداف او ادواره الدفاعيه او مسجل في الترجي ومسجل. دي يمكن الفرصه طبعاً دي الكره الاولى. انا بتكلم هنا على الكره دي، يعني كان نفسي طبعا اللمسه الاخيره تبقى يعني روعه، لكن هو نجح انه يخلق مساحه وسرق الباك خط ظهر النادي وقعد الهاني سليمان مره واثنين والفينش، بس اللمسه الاخيره. وكان عنده فرصه ثانيه يعملها لمحمد شريف جنبه. ده الجوره الكره دي العالميه بقى، ده الجون الاوفسايد عملها بتصرف ورد فعل سريع جدا من حسين، والتحرك يعني زعلان زعل اول ما شاف الرايه، لان هي لان الجوال دي لجوان حلوه. في ميزه النادي الاهلي يعني عنده ساعات ايمن اشرف بيعملها من نص الملعب، التحرك اللي بيتعمل الطولي من محمد شريف او حسين او طاهر في ظهر خط الظهر بيتعمل بشكل كويس، او اللونج باس بيتعمل من ايمن اشرف او السوليه في نص الملعب بيتعمل بشكل كويس، او النادي الاهلي عملها كتير من الماتشات السنه دي. فحسين امبارح عمل امتداد للفتره الكبيره العظيمه اللي حسين بيعملها الفتره اللي فاتت، اداؤه مع النادي الاهلي في تحسن كبير جدا جدا جدا. حسين عنده لسه اكتر من كده، ده حسين اللي النادي الاهلي اشتراه، ده حسين اللي الناس عايزاه دايما. حسين امبارح شخصيه لعيب كبير في الملعب. هو لعيب كبير طبعا، لكن امبارح حلول هجوميه حلول فرديه بشكل كبير جدا. يعني الكره بتيجي في رجل حسين تحس بخطوره النادي الاهلي، تحس ان حسين هيعمل خطوره على مرمى النادي. هو يبدو الفتره الاخرانيه دي يعني بدايتها بتهيألي من الترجي برضو. هي الفتره ما الترجي 45 دقيقه اللي شارك فيهم وماتش بيراميدز وماتش سموحه بيسجل مصدر خطوره دايم على الفريق. ازاي حسين يمسك ازاي حسين كمهاجم يمسك في الحته دي؟ هي الاستمراريه. انا ببني على كل ده، انا ببني، انا لسه عندي. هو حسين لازم يقنع نفسه ان انا لسه عندي اكتر، انا برضو لسه مش راضي عن نفسي، انا عندي احسن من كده. طول ما هو عنده شايف اللي هو لسه ما وصلش للمستوى اللي هو عايزه هيفضل يؤدي بشكل افضل. هيفضل ده الهدف طبعا. وعلى فكره يا جماعه الكره دي عشان الناس برضو مش مديه الكره دي حقها كابتن ايهاب، الكره دي في منتهى الصعوبه، الكره العاليه اللي جايه من اخر الملعب عشان تقابلها فيرست تايم. هي وتوفيق ربنا عشان حسين اجتهد الفتره اللي فاتت برضو اللي هي تخش. يعني حسين مستواه والمجهود اللي بيعمله الفتره اللي فاتت، فبرضو ربنا بيوفقه في كره زي دي اللي هي ما تقلش، زي ما حضرتك بتقول ان الكره ممكن كانت هي جايه عاليه ممكن تقلش لو ما حطهاش بشكل كويس او مركز لها بشكل كويس. لو هو متنشن، عايز اقول لحضرتك حاجه بقى، يعني دي بقى حاجه انا شايفها، يعني لو الكره لو حسين مشدود وهو بيشوطها ومتنشن قوي كانت هتطلع او هتقلش منه. لكن حسين انا عايز اشوف مع حضرتك ومع المشاهدين اللحظه اللي كابتن علي معلول بيرفع فيها الكوره ونشوف حسين اتحرك ازاي. يعني انا واخد الوضع ووسع لنفسه وبعد عن هيئ نفسه هيئ نفسه يعني بعد خد خطوتين كده بعد عن الباكات اللي قربوا على القريبه كلهم راحوا على شريف وعادل نفسه عشان هو واخد القرار اللي هي وهي جايه هاخدها واحد. يعني هو واخد القرار وهي الكره في الجو برجله حسين هو مش هيخش براسه. لا لا يعني هو واخد القرار لان في خطوتين رجعهم لورا كده ويوسع لنفسه. بص دي السوليه لحمدي فتحي، يعني لسه السوليه بنتكلم ان السوليه هو اللي ضغط في بدايه اللعب. ايوه حمدي فتحي لعلي معلول. علي معلول بص بقى حضرتك هي مش هتبان من هنا، هو الاعاده بالظبط الكادر الثاني اللي عند خط التماس هيبينها اكتر، هو اللي يبين تحرك حسين اكتر. كم يعني هي التكمله بتاعتها هو فعلا حسين
واخد القرار وموسع لنفسه ومهيئ نفسه خلاص انا وهي الكره نازله انا هحط واحده وده افضل حاجه، اصل مش هستلم هنا صحيح. يعني هو انا مش هستلم هنا ولسه هستلم واوقف وافكر هعمل ايه بعد كده، هو يعني احلى حل واحسن حل في ال 18 اللي هي اللمسه واحده، هي دي الكوره. بص وموسع لنفسه واخد خطوتين لورا وقف، بص برده اخر نفسه، التاخيره دي هي الجون. يعني هو برده ايه لو يعني نرجع تاني سنه بس معلش ايوه لو هو نرجع هو صدرة هو أخر سنة هو اخر نفسه بص كمان كمان بص حسين بيجري عادي خلاص كده حسين بيجري بص في خطوه اخر نفسه سنه عشان يروح للكره هو وقابل الكره بشكل كويس، فالتاخيره والدليل اللي عمله حسين هو ده اللي خلاه راكب الكره. طيب عندي شريف وطاهر اللي موجودين بشكل اساسي، وشريف الحقيقه متوهج شريف ومتألق. ما شاء الله عليه. وعندي طاهر كمان اللي ابتدى يجي مع النادي الاهلي، والاهم كهربا وجونيور ومروان وصلاح، بس لازم اروح فاصل ماشي. وهرجع لك بقى ندردش فيهم دول ماشي. على ماشي. على مهلنا كده نروح لفاصل ونرجع لحضراتكم. رغم انه سنه صغير وتجربته مش كبيره قوي، لكن الحقيقه اثبت انه اسم يليق بانه يكون مهاجم النادي الاهلي. كلام على محمد شريف الحقيقه اللي مقدم سيزون اكتر من رائع، وكان على الميعاد وكان جاهز بشكل كبير جدا انه يغتنم الفرصه. خدوا بال حضراتكم انك تكون مهاجم النادي الاهلي دي حاجه بيحلم بيها ناس كتير جدا، ومسؤوليه كبيره جدا هتحاسبك عليها ملايين واقفه على راسك واقفه فوق كتفك عشان تستغل كل فرصه. واعتقد انه شريف اجاد استغلال الفرصه بشكل كبير جدا في الموسم ده مع النادي الاهلي. اكيد واستفاد 11 هدف واستفاد الهاب. واستفاد كتير جدا من تجربته اللي خاضها بتاعه الاعاره مع نادي انبي. أيوة. رجع اتقل، رجع عنده خبرات كبيره جدا، مسك في الفرصه زي ما انت قلت كده بالظبط. النادي الاهلي لما انت تكون مهاجم الاساسي او رقم واحد في النادي الاهلي دي مسؤوليه كبيره جدا طبعا. عليك على لعيب صغير كمان يا كابتن ايهاب، بس هو صعب المشكله. هو صغير في السن لكن كبير في المقام وفي الاداء. أيوة. محمد شريف بيعجبني فيه اللي هو كل تفكيره في الملعب اللي هو اول تفكير ليه اللي هو يلعب على الجول. محمد شريف مش من نوعيه اللعيب اللي بيحب يجيب الاهداف الجماليه اللي هو يقف ويقعد يرقص، هو التفكير بتاعه يمين او شمال. هو انا عايز ايه؟ انا عايز ايه من المهاجم؟ عنده روح مقاتل كمان في ال وبدا يشتغل يعني امبارح حط كره بدماغه كويس قوي في العارضه. كانت ناس بتقعد تقول محمد شريف مثلا نقص عنده نقص راس، لا واضح اللي هو بدا يشتغل، بدا مش انا مش عايز الكور المواجهه، انا عايز الكور العرضيه هو يشتغل عليها كويس، لان النادي الاهلي مش طريقه لعبه الكور الطويله اللي هو المهاجم يريح للي جايين من تحت، لكن كل اللعب على الارض. محمد شريف بيساعد قفشه، بيساعد حسين، بيساعد طاهر في تحركاته من ورا خط الظهر بسرعاته. دي بتتعب اي خط ظهر، لان محمد شريف عنده سرعات ودايما متحرك مش ثابت، فالمتحرك ده بيعمل ازعاج وقلق للمدافع، ما بيكونش عارف هو هيروح فين وجاي، يعني واقف المدافع واقف متلخبط، لان محمد شريف دايما مش ثابت زي ما بقول لك كده، فعمال يتحرك يمين وشمال وفي العمق وعلى الطرف. زي ماتش الترجي كان جاي من الطرف في الجون اللي جابه هناك، دخل في عمق الملعب. ده جون صعب قوي اللي هو بتتكلم عليه. ما انا بقول لك ده تحركات، ده جون ما يجيبوش غير مهاجم يعني على راي كابتن ميمي الشربيني من مواليد منطقه الجزاء، لان هو بيتحرك، هو متعب في تحركاته. هو جه من الطرف، يعني هو في بدايه الكوره طلع من بره راح هنا القطعه دي بص القطعه قبل المدافع ازاي، ويحط لها وش الرجل الخارجي ازاي. دي برده مهاره كبيره جدا جدا جدا. بص شريف فين، بص شريف فين. الجون ده بيتهيألي فيه بصمه كبيره لمستر موسيماني يا كابتن ايهاب، والعلي معلول والقفشه وده شغل مدرب اكيد، لكن طبعا. علي معلول وقفشه، علي معلول بيحب لعيب الكره اللي يبقى قدامه يعني يلعب معاه دايما الحاجات الصغيره. علي معلول لعيب كره بيحب دايما لو حضرتك تفتكر كده الكره دي بص 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 التحرك بتاع محمد شريف وسرعته هو حطها بص صحيح باصص في لعيب هنا يخلص ويلعب الكره بالعرض على طول. لا علي معلول تقل تقل ويحطها شريف، عنده بقى ميزه يمين وشمال يعني رجليه الاثنين ما انت ما تعرفش ما شاء الله طبعا ما تعرفش هو بيلعب يمين ولا بشمال. انا فوجئت بده على فكره في ماتش الزمالك، فهو ماتش الزمالك طبعا ما حدش كان متوقع اللي هو ماشي هيشوط بشماله كده في ماتشات كتيره وهو ماشي. ما هو دي بقى عشان لما الكره تجيلك على شمالك لو انت قطعت في ظهر المدافع على شمالك محمد شريف على طول بيقطع وبيروح خاطف وهو بيجري، عنده دي برده هو بيجري توقع منه اللي هو بيخطف على طول، فدي بتبقى صعبه جدا على حارس المرمى على خط الظهر، لان حارس المرمى لسه ما بيكونش خد الوضع بتاعه، فشريف بيخطف على طول فبتبقى صعبه عليه.
فشريف لا ما شاء الله عليه مسك في الفرصه بشكل كويس قوي، نال ثقه جمهور النادي الاهلي، عاجبني اللي هو طموحه لا حدود له. يعني شريف عنده تطلعات وعنده طموح واحلام كبيره جدا، اتمنى يكمل على كده، اتمنى اللي يعرف اللي هو لسه عنده كتير جدا جدا، عنده مستقبل كبير جدا، فلو هو الاستمراريه اللي هو فيها ان شاء الله باذن الله هتخليه في حته. طيب عايز اعدي معاك على طاهر. اللي بيتهيألي انه في اول مواسمه مع النادي الاهلي نقدر نقول انه اثبت وجوده وثبت رجليه في الملعب. طاهر يعني تكتيكيا كويس جدا، تكتيكيا وبيعمل مجهود كبير جدا في الملعب، بس انا شخصيا كابتن ايهاب مستني اكتر من يعني انا بتفرج على طاهر من قبل ما يجي النادي الاهلي، وكان نفسي انه يجي الحقيقه النادي الاهلي وقد كان، لكن انا شايف انه عند طاهر امكانيات اكبر بكتير جدا. مثبت رجله في الملعب وبيقدم مستوى وبيعافر، بس شايف انه طاهر كمان لسه عنده اكتر من كده. طيب كويس ان حضرتك قلت كده، انا متفق معاك مليون المية. انا طاهر بقى متابعه عشان طاهر ابن من ابناء نادي المقاولين وناشئ من ناشئي نادي المقاولين. طاهر عنده امكانيات كبيره جدا، وانا كنت من الناس اللي كنت يعني مبسوط ان طاهر هيتنقل النقله دي من نادي المقاولين للنادي الاهلي، وقلت هيفيد النادي الاهلي بشكل كبير جدا. طاهر عنده امكانيات بدنيه وفنيه كبيره جدا، لسه لحد دلوقتي ما قدمش منها انا من وجهه نظري بنسبه 30-40%. طاهر عنده امكانيات اعلى من كده. طاهر في نادي المقاولين طبعا الضغوط والضغط العصبي والبدني والذهني وكل حاجه مختلفه تماما، واللعب في النادي الاهلي مختلف تماما طبعا، مع احترامي الكبير لنادي المقاولين، لكن اللعب في النادي الاهلي مختلف. لكن شخصيه طاهر اللي انا عارفها كويس جدا، لا شخصيه طاهر تقدر تستحمل الضغوط دي، تقدر تستحمل الضغط العصبي والشد العصبي اللي موجود في النادي الاهلي والمسؤوليه الملقاه عليه من جمهور النادي الاهلي. لكن طاهر يوم عن يوم بيثبت نفسه، يوم عن يوم بيثبت رجله في الملعب. طاهر محتاج يشتغل على الجول اكتر، لان طاهر بيعمل كل حاجه في الملعب، بيضغط بيرجع يدافع مع الباك بتاعه، بيعمل بيقفل في نص الملعب، بيضم نص الملعب بشكل كويس، بيكمل على الجون وبيكمل على الجون بشكل كويس جدا. لكن لازم يركز، ومستر موسيماني دي كمان عليه دور كبير جدا. أيوة. لازم يشتغل على الجون بشكل كويس، لازم يركز على الفينش بتاعه، هتفرق معاه كتير جدا جدا جدا. واضح انه مستر موسيماني حاطط يعني ثقته في طاهر، لان هو بينجح له طريق. صحيح. مهم جدا بمناسبه كلامنا عن طاهر، خلينا اقف مع الجزئيه دي، ويمكن ده واحد من الاخبار اللي معانا النهارده في السادسه، انه مستر موسيماني والجهاز الفني قرروا ان هم يعملوا برنامج تاهيلي بدني لجونيور اجاي عشان يبقى جاهز للمشاركه مع النادي الاهلي بشكل اقوى في الفتره الجايه، خصوصا طبعا حضراتكم عارفين احنا عندنا خماسي الاولمبي. بدايه طبعا خلينا نبتدي بناصر ماهر واحمد رمضان بيكم، لانه كانوا بعاد عن الصوره الفتره الاخيره، فدول هيسافروا ان شاء الله مع بعثه المنتخب وهينضموا للمعسكر اللي هيبدا يوم 8 المنتخب الاولمبي. اما اكرم توفيق، طاهر محمد طاهر، صلاح محسن، وكابتن محمد الشناوي، فدول هيلعبوا مع الاهلي ان شاء الله نهائي دوري الابطال، وبعد كده يطلعوا من المغرب على اليابان على طول، على طوكيو على طول، عشان ينضموا للمنتخب الاولمبي. في الفتره دي كابتن ايهاب الاهلي عنده يعني المينيمم ثلاث ماتشات، المينيمم ثلاث ماتشات دول اللي هم اسبانيا ارجنتين استراليا، دول اللي احنا هنشارك فيهم بشكل اكيد. المنتخب ان شاء الله ربنا يكرمه كده ويوصل نهائي، هيبقى عندنا ثلاث ماتشات تانيين، دور الثمانيه، دور الاربعه، النهائي. كل مباراه بيلعبها المنتخب معناه انه الاربعه دول بيغيبوا مباراه تانيه عن النادي الاهلي. فعشان كده يمكن دي الاهميه اللي هتكلم فيها معاك شويه فيما يتعلق بجونيور وبكهرباء. الاثنين الحقيقه محتاجين، الاثنين نجوم كبار امكانياتهم ما حدش يقدر يشكك فيها. كهرباء شفناه بيقدم مستويات رائعه الحقيقه في بدايه مشواره، مع حتى لما كان بيلعب مع الزمالك، وقبل كده طبعا مع اتحاد جده. جونيور اجاي مع الاهلي ليه صولات وجولات، الاثنين دول يرجعوا ازاي كابتن ايهاب؟ يمكن انا خلينا نتكلم عن كهربا الاول. كهربا بدا مستر موسيماني يدي له اوقات اكتر، يدي له مساحه اكبر في الملعب الفتره اللي فاتت. كهربا بيحاول، كهربا بيجتهد، بيحاول يعمل كل حاجه في الملعب. ماتش بيراميدز حاول وجاب جول واشتغل على الجول كويس. لسه مش واقف على رجله بشكل كويس، بس هو بيحاول. كهربا يعني لعيب كبير، ولازم يعرف اللي هو لعيب كبير. النادي الاهلي لما جابه واثق فيه وعارف مستعجل شويه يا كابتن ايهاب، مستعجل جدا. هو لعيب كبير لازم يتقل ولازم يهدى، ما يستعجلش على كل يعني. هو بينزل الملعب عايز يعمل كل حاجه، فهو لما ينزل عايز يعمل كل حاجه هتخليه ما يبقاش ايه يعني مش عامل حاجه خالص. فهو لازم يهدى، لازم يعرف اللي هو ماشي دلوقتي عليه، وتركيزه بره الملعب، تركيزه بره الملعب كويس مهم جدا جدا جدا، ويشتغل على نفسه اكتر بدني، لان كهربا لما يشتغل على نفسه بدني ويقف على رجله بدنيا كويس قوي هيفرق مع النادي الاهلي فنيا، لان كهربا عنده ميزه مفتقدينها برده يعني
يعني هو افضل العناصر اللي موجوده في الاجنحه بتاع النادي الاهلي اللي هو بيشتغل على الجون كويس قوي. يعني كهربا عنده التعامل مع المرمى بشكل كويس قوي. الفينش بتاعه يعني عالي جدا. حتى بنشوف لما بيكون حتى مش فايق او مش في قوته بيعرف يجيب جول، بيعرف يجيب جول بشكل كويس قوي. فانا طالب من كهربا بس اللي هو يهدى شويه في الملعب، لما ينزل يكمل زي ما هو امبارح كان بيهين نفسه وبيتزحلق انا عايز كده، انا عايز من كهربا اللي هو يهين نفسه ويشتغل على نفسه اكتر، لكن يهدى، يحاول يهدى عشان الاستعجال في الملعب هيخليه شكله مش اللي هو عايزه. بدنيا جاهز من وجهه نظر؟ لا لسه. بس هو محتاج يجهز. موسيماني بدا يديله مساحات اكبر في الوقت. أيوة. فالوقت مع الفرقه وهي كويسه، الفرقه دلوقتي هو خد يعني هو بياخد دلوقتي والفرقه بتاعت النادي الاهلي فنيا وبدنيا واقفه على رجليها حاجه كويسه اللعيبه، هتساعده للمجموعه هتشيله، هيقدر يخش في وسط اللعيبه وهي فايقه وكويسه، فاللعيبه هتشيله هتظهره بشكل كويس. أيوة. اجايه طبعا من العناصر الكبيره جدا الفنيه المهاريه اللي عندها حلول هجوميه بشكل كبير جدا. رجع من بعد الاصابه في زياده في الوزن، حضرتك بتقول دلوقتي اللي فيه برنامج معمول له، دي حاجه كويسه جدا، هو لازم يركز ويشتغل عليها بشكل كويس لان هتحتاجه الفتره الجايه بشكل كبير. حتى في وجود طاهر او في وجود صلاح اجايه من العناصر المهمه اللي لا غنى عنها في النادي الاهلي، فاعتقد ان انت لازم تشتغل على اجايه بشكل كويس الفتره اللي جايه. طب سريعا جدا كابتن ايهاب، المراكز اللي ما تعرفش تعوضها، يعني الاهلي ممكن يبقى عنده مشكله شويه في حراسه المرمى لما الشناوي يسافر، اكرم هيسافر، صلاح وطاهر يعوضهم شويه وجود الشحات واجايه وكهرباء، لكن عندي هاني مثلا هيبقى اكرم وباكرم مع هيبقى هاني لوحده، فدي هي دي المشكله. هي دي المشكله اللي ممكن تقابل النادي الاهلي في حاله عدم جاهزيه هاني او رجوعه من الاصابه، هتبقى في مشكله كبيره جدا. بس اتمنى واعتقد كمان لغايه النهائي الافريقي هاني هيكون يرجع، بس هتبقى المشكله بعد كده. ماتش المقاولين صعب من وجهه نظرك؟ اكيد صعب، المقاولين بعد هزيمه المقاولين امبارح والوضع اللي فيه المقاولين والنتائج اللي بتحصل من الفرق اللي تحت، تراجع كبير قوي الموسم ده لل المقاولين، من الفرق اللي اتاثرت كتير جدا من الكورونا. خلينا عشان دي انا كنت يعني عشان انا متواجد دايما في نادي المقاولين، دي اثرت كبير جدا على نتائج الفرقه في الدور الاول. يمكن الفتره الاخيره النتائج مش وحشه بتاعت نادي المقاولين، بيأدي بشكل كويس، لكن النتائج او نتيجه امبارح دي مع فوز المنافسين اللي تحت بتصعب الامور على نادي المقاولين، بتخليه يخش في مشاكل الفتره الجايه. ده يصعب الامور على النادي الاهلي طبعا. الماتش هيبقى صعب جدا، نادي المقاولين عنده الحوافز والدوافع اللي هو عايز يكسب الماتش، النادي الاهلي عايز يستمر في صحوته او يستمر في ادائه التصاعدي الهائل ده، فهيبقى ماتش صعب جدا على ملعب من جمهور النادي الاهلي بيشوفه رخم بلغه الكوره، فاعتقد ان الماتش هيكون صعب جدا. وماتش الدور الاول اقرب مثال لينا، كان ماتش صعب جدا على النادي الاهلي، النادي المقاولين تقدم بهدفين، والشوط الثاني نرجع النادي الاهلي ثلاث اهداف. فماتشات الاهلي والمقاولين دايما بيبقى فيها نديه وحماس كبير جدا. بشكرك شكرا جزيلا، كان نفسي اعدي على كايزر تشيفز معاك، بس ان شاء الله يكون لينا لقاء تاني. دايما بنستمتع بوجودك كابتن ايهاب معانا في سادسة. اكيد ده شرف ليا وشرف ليا وجودي معاك على اكون على قناه النادي الاهلي ومع جمهور النادي الاهلي، واتمنى ان انا اكون ضيف خفيف عليكم كده. اهلا وسهلا بيك دايما. بشكرك، نورتنا وشرفتنا، وبشكر حضراتكم على المتابعه. بكره نكمل كلام، عندنا الحقيقه كلام كتير يتقال على ماتش المقاولين، وكمان بكره ما تنسوش في مباراه مواجهه ناريه يعني هدردش فيها بعد ما نختم الحلقه مع كابتن ايهاب. ايطاليا واسبانيا كتير من عشاق الكوره منتظرين المواجهه دي، وكتير بيشوفوها الحقيقه هي النهائي اللي يليق ببطوله يورو، كانت مليئه بالمفاجآت. بشكر كل اهلاويه اللي تابعونا، وبكره نقابلكم في نفس الميعاد السادسه.